طبعا يا بقى كل زمايلي في الشغل وقرايبي واخواتي، بلاش بقى ايه الطاقة السلبية دي. الطاقه السلبيه يا عم، ما بتكلمش تاكل خيره ليه تسكت بس. واحنا ان شاء الله دايما كده كن نحاول دايما نقدم حاجه تساعد في التربيه الاسريه للاطفال، او في معامله الزوج لزوجته، او معامله الزوجه لزوجها، ودايما يكون في موضوع الاحترام في الحياه. دي حاجه دي اهم حاجه، ان يكون في اسلوب راقي. اللي عايز يقول طبعا يقول رايه، يقوله طبعا بمختصر الاحترام، طبعا مش لازم تتطول او حاجه كده، هي كلها طبعا اراء وكل واحد حر في رايه، بس برضو يعني كلمه طيبه صدقه. بلاش يا عم ما تقولش طب انت شايف حاجه احنا وحشين، بلاش تقول. فان شاء الله دايما كده هنقدم لكم حاجات حلوه، وان شاء الله كده يكون عند حسن الظن للناس حوالينا كلها. طبعا انا كان بيطلع عيني في الفيديوهات، انا بقعد اشتغل عليها لما بتحول واعمل صوره واعمل بتاع. فاحنا طبعا يا رب يكون اول بس عجبكم، ومش عارف اقول الصراحه تاني يعني. طبعا في كلام كتير بس لسه في الاول، طبعا لسه الاول الواحد احسن من الواحد محروق كده مش عارف يتكلم ولا ايه. مظبطش الدنيا لو في كمان يعني، ان شاء الله عم نعمل فيديوهات تمارين في البيت. لسه احنا اول مره يعتبر نزهق للناس يعني، عمرنا ما اتكلمنا ولا طلعنا كده الناس، احنا طلعنا مره واحده فمش عارفين يعني نقول ايه ولا نعمل ايه. الواحد قاعد محروق يعني. يا رب كده يكون اول بس كده يكون عاجب الناس، ويا رب دايما كده يبقى عند حسن ظن الكل. وطبعا هعمل لكم تمارين في البيت برضو للستات اللي مش عارفه تنزل تروح حته، والرجاله اللي ما لهاش في الجيم ممكن تعملوا في البيت عادي. وهنعمل قميص وهنعمل تحدي على، وهتعمل تمارين الصباح. تمارين الصباح تمارين انت هتعملي ايه يا ليلى؟ تمارين الصباح. قولي لهم قولي لهم هتعملي ايه؟ الصباح تمارين الصباح. انت ومين؟ انا وانت، انا وبابا. انا وبابا. ليش هتعملي بقى انت وانت وماما وانا؟ ماشي وهبه لازم تقولي اسمها. فطبعا مش عارفين لكم ايه، انت عارف الناس كلها. لا نشكرك قولي بقى وتشجعونا. ماشي بكره يا قلبي بكره. ليه؟ بكرة مش دلوقتي عشان ايه الدنيا ليل، عايزة تعمل كده الصبح دلوقتي. تمارين صباح بالليل. عايز تقول لهم حاجة؟ لا. بشكركم جدا 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 جدا، مش عارفين نقول ايه الصراحة. ودعمكم ده بصراحة يعني بيرفع شوية، حتى لو أي كلمة تتقال بترفع شوية من هنا. فيا رب يكون عند حسن ظن الناس كلها، نقدم حاجة يكون فيها محتوى محترم وهادف، وإن شاء الله مش هنقدم أي حاجة يعني فيها اختلال أو فيها أسلوب عدم احترام للست أو للأنثى أو للذكر يعني أو الراجل يعني. فإن شاء الله نقدم حاجات دايما تكون حاجات حلوة ومضحكة وأسرية وتعاونية ورياضية. بس الكلام ما يخش عن الزمالك، أنا ده لو كده هتجوز فيه بقى وهنفذه. حتى لو واحد مثلا بيحب حسام مثلا من صحابه يعني قال لي اعمل لي في كذا يعني نفس القصه برضه. اعمل في حسام عشان ما عنديش حد، اي حد بيحب حسام يكتب. والله يا بنت انا كاتب النهارده دعاء يعني، كاتب النهارده دعاء على الفيسبوك، لقيت يعني ناس كتير اخيرا كاتب دينك، اخيرا ربنا هداك قدامنا ساعه صفا. لا وناس كتير بكره جاي لكم حسام. مش عارفه اقول لكم، متوسط ناس كتير قوي. فان شاء الله بقى تحبونا ونشكركم جدا، يا رب يكون اول بس لينا يكون عجبكم. ومش عارف اقول لكم الصراحه، ف ان شاء الله بقى في تحديات جديده باذن الله. تنسيش بقى تقول لهم ايه بقى؟ لا هي لا تقول لهم ايه؟ لا مش هيمشوا، هما جايين تاني. ايوه هتوحشونا جدا 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 جدا. بقول لهم بص بقى، بقول لهم بص. طب سيب اللي في ايدك، هات اللي في ايدك ده. يلا باتلهم بس. باي. باي. جايين بكره. هنصور تاني. هيجوا بكره ماشي؟ عشان هم رايحين يناموا بقى. ماشي؟ يلا قول لهم باي. يلا. بس هو كل فيديو كده. هيصحى. هيصحى. كل مرة على الحلقة دي والله. متبهدلنا بعد ما نقفل الفيديو. لازم التليفون شغال 24 ساعة. اه السلام السلام.